عودة مشاهدينا إلى ملف النقل، ينضم إلينا من معان السيد زيد أنعمات أحد سائقي الشاحنات المضربين. أهلا بك معنا سيد زيد، بلغنا بأنه تم إيقاف الإضراب، ضعنا في التفاصيل لو سمحت. أول شيء بنحييكم في قناة المملكة وبنقول مساء الخير عليكم وعلى جميع المشاهدين والمستمعين. هو ليس وقف الإضراب وإنما تعليق الإضراب في بادرة حسن نية من أصحاب الشاحنات ومالكيها. اجتمعت العقلاء في محافظة معان بشكل عام سواء كان في البادية والريف أو الحضر في قاعة بلدية معان، واتخذوا قرارا بالإجماع على بادرة حسن نية مع الحكومة نظرا للظروف الراهنة في الأمر المتعلق في إضراب الشاحنات أو ما يسمى باعتصام الشاحنات. فاتفقوا بالإجماع على تعليق الإضراب لغاية 30/1/2023. هناك مطالب موجودة نفذت من قبل الحكومة وعدت بها، وهناك تشكيل لجنة إن شاء الله تعالى لدراسة باقي المطالب. هذا ما تم لغاية اللحظة هذه في محافظة معان بالذات. طيب حسن النية جاء بناء على ماذا، وماذا وعدتم تحديدا وبماذا وعدتم؟ ست العزيزة، حسن النية خرج من أصحاب الشاحنات أنفسهم نظرا لما تمر به البلد. احنا نرى الأمر، الوضع الأمني عندنا احنا الآن في معاني، يعني أنا بحكي معك وصوت الغاز المسيل الدموع وحتى ريحة الدخان الغاز أثر علينا يعني. فإحنا ما بدنا نخلق فتنة في هذا البلد، لأنه الأردن عندنا خط أحمر، وخاصة إحنا في مدينة معان أو محافظة معان بشكل عام، ولا أزايد على باقي المحافظات لأنهم كمان عندهم انتماء ووطنية. نحن نشر مع مواطننا ووطننا بالذات. الأردن خط أحمر، ولكن إن مطالب مع الحكومة ليست عدوا لنا. الحكومة هي ليست عدو لنا، هي أمنا ونحن أبناؤها، وهذا واجب المسؤول أن يخدم رعيته. ولكن في مطالب إن شاء الله تعالى عل وعسى أن تتحقق، واتفقنا إن شاء الله مع عطوفة حتى المحافظ، كنا عند عطوفة المحافظ وحكم مع الوزير الداخلية، والأمور إن شاء الله تعالى على وعسى أن تكون في المسار الصحيح. لكن لم تحقق جميع المطالب، إنما علقنا الإضراب تعليقا وليس وقفا. طيب تم تعليق إلى 30/1 كما ذكرت قبل قليل. نعم. بماذا وعدتم أولا؟ بماذا وعدتم أولا؟ وهل أفهم من كلامك بأن التعليق جاء في معان فقط؟ ست العزيزة، حتى أكون يعني منصف، اجتمع كبار مع أصحاب الشاحنات في محافظة معان بشكل عام، وكان القرار بالإجماع. لما نقول قرار بالإجماع لا يعني ذلك بأن الجميع موافق، لا يعني بأي شكل من الأشكال أن يكون جميع سائقي الشاحنات موافقين على هذا القرار. قد نرى غدا إنسان ينزل يشتغل ونرى الآخر معتصم، ولكن نحن في بادرة حسن نية حتى تتحلحل الأمور. لا يجوز أن نضع أرجلنا في الحائط والطرف المقابل نفس الشيء. إحنا نطلع من عندنا كأصحاب شاحنات حسن نية لحلحلة الموضوع، لأن المتضرر ليس الوطن لوحده، نحن متضررون، الاقتصاد تضرر، الحكومة تضررت، كل طيب شيء تضرر. لم تجبني، بماذا وعدتم؟ ست العزيز، احنا كان هناك لقاء قبل اسبوع تقريبا مع معالي توفيق كريشان ومعالي وزير الداخليه، لست مطلع على ما كان موجود، كان الشباب بالانابه انا ما كنت موجود. فكان في هناك زياده على طن الفوسفات دينار ونص مع البوتاس والكبريت، وكان هناك للحمولات المحوريه، وكان مطلب كمان لفرض النقابة أو استقالة النقابة لأصحاب الشاحنات وتشكيل مجلس إدارة جديد، لأنه في الأردن ما يعادل أكثر من 20 أو 22 ألف سيارة أو صاحب شاحنة، ليسوا جميع المنتسبين تحت ظل هذه النقابة، والنقابة يعني لها نظام داخلي لا يسمح بأنا كصاحب شاحنة أني أنتسب بالطريقة السهلة. هناك رسوم، هناك شروط، يعني أمور معقدة بعض الشيء. وعدنا إن شاء الله تعالى أن تدرس هذه المطالب وأن يتم حلها في أسرع وقت ممكن. فإحنا أعطينا مهل إن شاء الله تعالى لغاية 30/1. أتوقع أنه يعني الآن 45 يوم أو 40 يوم، يعني عن 30/1 مدة كافية لأي مسؤول في الدولة الأردنية أن يتخذ قرار جريء
وصريح يخدم هذا القطاع، لأنه هذا القطاع يا ستي يعاني الأمرين. طيب. أول شيء يعانيه الغناء الفاحش في القطع الغيار وغيار الزيت والبناشر والكوشوك. أضرب مثل بسيط يعني يا ستي تحملين شوية. تفضل. فردة كوشوك للعرباي أو الرأس القاطر اللي إحنا بنسوقه، كنا نشتري الصيني التعبان يعني الصيني إحنا مش هذيك الجودة، كنا نأخذ 90 دينار، الآن أصبح 160 و170 دينار. طيب أنت لما يكون عندك سيارة بدها 25 فردة، لو كل فردة 170 دينار، قديش المبلغ؟ أضف إلى ذلك ما نعانيه على الطرق تبعنا في المملكة بشكل عام، من حدود الكرامة إلى حدود جابر إلى العقبة إلى المدورة، وبالأخص طريق الشيدية. أنا أتحدى أي مسؤول في الأردن أن يأتي بسيارته الخاصة يمشي 5 كيلو على طريق الشيدية، لن يستطيع أن يمشي 5 كيلومتر على طريق الشيدية. ومع ذلك إحنا سفراء الصحراء في مال الحمل بنمشي. إحنا يا ستي للمعلومة لما نطلع على الخطوط كفلنا معانا، الكفل معنا، عندما يصير حادث لا سمح الله في أي إنسان منا هناك يتوفاه الله عز وجل، لكن أبناؤه وين راحوا؟ وصلت الفكرة. لا تأمين صحي، لا تأمين صحي، اسمحي لي بس دقيقة، لا تأمين صحي، لا راتب تقاعدي ولا ضمان ولا شيء، أبناؤه يصبحوا في الشارع هذا السائق أو مالك المركبة. نحن معك، ما حصل في معان الآن سيكون بادرة حسن نية لما يعني لمن يضربون في باقي المحافظات؟ نعم، احنا نناشد يعني من عبر هذا المنبر الحر والمنبر الوطني قناة المملكة، وناشد جميع أصحاب الشاحنات في المملكة الأردنية الهاشمية أن تكون هذه بادرة حسن نية. شكرا لك. أسوة بمعان. أشكر وجودك معنا، كنت معنا السيد زيد النعيمات أحد سائقي الشاحنات المضربين، كنت معنا من معان، شكرا جزيلا لك.